مرحبا واهلا وسهلا فيكم متابعين عالم السيارات. اليوم رح نتعرف مع بعض على اسرع سيارة رينج روفر بتاريخ علامة رينج روفر، وهي رينج روفر سبورت، وتعتبر الافخم بفئة رينج روفر سبورت. عم نشوف تركيز كبير بتخفيف الوزن، وهيدا من خلال العجلات المصنوعة من الياف الكربون، وايضا مكابح الكربون سيراميك بريكس يلي عم بيقدروا يخففوا تقريبا حوالي 76 كيلوغرام من وزن رينج روفر سبورت. إذا ما نحكي عن أداء الرينج روفر، محرك 8 أسطوانات من 4.4 لتر مع توين توربو، بقدرة حصانية بتوصل ل 630 حصان وعزم 750 نيوتن متر، ولكن نظام المايلد هايبريد الموجود بيعطي أكسترا 50 نيوتن متر، يعني بصير عندنا مجموع حوالي 800 نيوتن متر من عزم الدوران. أكيد الرينج روفر سبورت دفع رباعي، وهالأرقام الخيالية اللي عم نسمعها على الرينج روفر سبورت هي من قسم الأس في. وإذا ما نحكي عن التسارع، 0 ل100 3.8 ثواني، والسرعة القصوى 290 كيلومتر. خلينا ناخذ لفة سريعة على تصميم الرينج روفر سبورت وبنرجع بننتقل إلى الداخل. من الداخل فخامة رينج روفر تعودنا عليها من سنوات قديمة، واليوم عم نشوف مستوى آخر من الفخامة بلمسة رياضية، مقاعد رياضية بامتياز مع شعار الأزمة موجود عليهم وفي داخله إضاءة. أيضا نشوف الشاشة الموجودة بالوسط يلي تعودنا عليها بسيارات رينج روفر الجديدة، ولكن الأجمل من هيك هو زر الأسفية اللي موجود بالمقود. مجرد ما تدوس عليه تتغير الاعدادات الى اللون الاحمر، بنشوف عتلات تبديل السرعه صار لونها احمر، وهذا الشيء عجبني جدا. يعني عن جد عن جد عم ينقلونا رينج روفر الى مستوى اخر من الفخامه، ولكن بلمسه رياضيه عاليه. خلينا نلقي نظره على المكسوره بالجهه الاماميه والجهه الخلفيه. بالنسبة لأجهزة التعليق، أجهزة التعليق متطورة جدا وتم تسميتها 6D، وهي الأبعاد السداسية، وهذا الشيء بخلي هيكل السيارة والركاب الداخل ثابتين على المعطفات السريعة، وخاصة عند الانطلاقات السريعة والكبح القوي. رينج روفر سبورت رح يتوفر بالمنطقة عندنا بآخر سنة 2023، يعني رح تستلم سيارتك تكون 2024. بالنسبة للأسعار رح تكون تقريبيا حوالي 1,000,000 درهم، وأكيد رح تختلف حسب المواصفات يلي بتضيفها على سيارتك وحسب الضريبة المضافة والوكالة. هذه كانت جولة سريعة تعرفنا مع بعض على رينج روفر سبورت SV الجديد لعام 2024. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. شوفكم بتجربة جديدة وتغطية جديدة. الله معكم.